الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله آپ حضرات کے سامنے حدیث کے ساتھ شروع کی جا رہی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ درود پاک سے استقبال کریں. بسم اللہ اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد و آل محمد اللہم صلی اللہم محمد و آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت السلام عليك يا إني أجد في بدن ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبت من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالقساء اليماني فغطيني به فأتيت بالقساء اليماني فغطيته به فبه وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عين وسمعت فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإضاء بولد الحسين قد أولى قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عين وسواد فوادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من ترى الله أتذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأول عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم
وخلف وخلفتي وسائب لي قطعة تلك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا يا رسول الله أتذلوني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اجتمعوا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطل في الكساء وأومى بيده اليمان إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي وتبعهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعد لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويسكن سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال على مين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعاذ الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. يا رب اتذنوا لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سعدا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تظن يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي وصفاني برسالة نجيا مذكرا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جميع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فضنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبي صفاني برسالة نجيا مذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم من جميع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب إلا حاجته إلا قضى الله حاجته. فقال علي رضي الله فضنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فادوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الله.